ياخذ منك المايك راح يطالك نقطة حمراء فوق على اليمين او على اليسار حسب اللغة حقتك، واذا ياخذ منك النقطة الصفرة تقريبا، النقطة الخضراء اذا كان مشغل الكاميرا، ياخذ من الكاميرا وانت ما تدري يعني. ف ومواقع برضو تخيلوا شيء حلو، فهذه الخصية. والتيك توك الحين توهق انكشف يعني. وقف ذي الميزة، لا مش ميزة، وقف ذي السرقة. اوكي وقف ذي السرقة انه ما يقدر ياخذ منك اي شيء. شوفوا انا بتكلم عن الاشخاص اللي الحين ماخذينها دعوة للاسلام، ما ادري شنو هو اللي يجيك او متعب يا المضلل، ما ادري يا ما يسمون هذيك الكلمة، مو مضلل شخص يضلل السيارة يشتغل، لا متضلل انت ما ادري يسمون هذيك الكلمة، المهم عرفتوا المعنى. وتستخدم ايفون يا المتخلف، ترى ما شفت يعني، ترى انا مرتاح انا متخلف الحمد لله اني متخلف. انت جاي الحين ليش انت من قهر عشان تدعيني؟ ايش اللي مسوي لك انا بس علشان يعني حطوا الوجت الحين ولا الكاميرا مال المكالمه فوق يعني؟ خلاص خذوا من الايفون. طيب هو السنوات اللي راحت شو اللي صار؟ تكلمنا احنا قلنا الاندرويد متخلفين ولا خذوا من ابل، ولا ابل علمتهم الخصوصيه، ولا ابل علمتهم خيار اسم الخصوصيه وتحديد الموقع كيف يجي امر الحق؟ ما هو تكلمنا. شوف ترى غباء منك انك تتكلم كذا، انت تبين لي انك انت ما تفهم في التقنيه، انت مو مبراضي تفهم الحين ان التقنيه انضجت لدرجه اي شيء جالسين يحطونه الحين ما نحتاجه، يعني غير الخصوصيه اللي الحين قاموا يزيدون عليها عشان خلاص وصلنا لمرحله خلاص سوينا التوب، خلاص سكرنا كل شيء، الان نحط اشياء للعميل اللي يقدر يعيش بدونها. احنا عشنا من زمان استخدام الجهاز عادي ما في اي شيء، جاء وحط الوجت، تبي تحط الوجت ما تبي تحطهم كيفك. انا بالنسبه لي الى الان ماني حاط الوجت، وعادي يمكن ابي اتاقلم على الوجت مش عارف، لانه خلاص حافظ البرامج بدون لا ارادي، مثلا خلاص ذا البرنامج في بالي، ذا البرنامج الف لفتين ارقى فوق اضغط الحافظه هذه، هذا البرنامج هناك كذا بتلغاي، البرنامج هذا الثاني لفتين يعني مثلا في الصفحه الثانيه تحت يمين اضغط على الحافظه ذا، ما ابي احط وجت عشان تخبص الدعوه كلها وكيف ترتيبي. احط وجت زي اللي حطيت وجت، شو اللي صار يعني بعدين في الشاشه؟ ليش تحسسني اذا حطيت وجت او اذا ابل حطت وجت انا حين يبين اني انا خارج عن المله استغفر الله وما ادري ليش، وجاي تبي تنصح؟ ليش من قهر؟ ليش تحسسني؟ ليش قهرتك ابل؟ مستانس انا مرتاح، ليش انت من قهر؟ شو اللي فيه؟ شو المشكله فيك؟ استل انا عجبتني ابل، استل انا بالنسبه لي ابل انت عندك تخلف اللي قاعد نسويه احنا شيء من زمان عندكم، انا بالنسبه لي انا قدامك انت وراي كيفي، او بالنسبه لي كيفي انا في الخصوصيه. اوكي الحين ابل حطت الميزتين ديري، لو فتحت تجي لك نقطه فوق، بعد شهرين ثلاث شهور اربع شهور حطت الاندرويد شو اللي صار؟ اجي انا اقول لك انت المتخلف فوق الكم الحين قام السب في القناه اخر فيديو حطيته، وانتم المتخلفين وانتم الحديد وانتم تشترون حديد وانتم تشترون ايش لك شغل؟ ايش فيكم انتم ليش؟ لا في سناب شات اللي جايين ضيفين مرتاح انا. انت تبين لي ان ابل قهرتك، انت جالس تبين لي الحين ان صج ابل لعبه فيكم، صج ابل هي المتقدمه، انت ما ابغى متقهر على شيء، انت يعني تنتظر ولا ضاغطينكم من زمان احنا يعني؟ ترى طلع لي خضره في اليمين فوق تبين لي ان ترى سناب شات فاتح الحين الكاميرا، شوف شلون يمكن سناب شات ما بعد يحطونه لكم. اوكي يعني الحين اللي حطوها لكم بقول لكم شنو، لكن في فرق بين اني اخذ شيء، في فرق اني يعني اسرقه 100% نفسه بالضبط. ابل تاخذ الشيء اوكي تحط على مثلا وجت اللي حطته ابل مش لايف نفس الاندرويد، لا وجت عادي مش ما يشتغل في الخلفيه عشان ما ياثر، شوف كيف ما ياثر على البطاريه عندنا، ما ياثر على اداء الجهاز عندنا، احنا نهتم باداء الجهاز، الوجت ياثر على اداء الجهاز، ابل حطته بشكل ثاني، التحديثات مش تلقائي، يطلع لك الشيء بوقت تايمر مشبوك مع الشيء اللي فوقه، نوتيفيكيشن جاك ولا شيء، يعني اشياء خفيفه ما تاثر على البطاريه عندنا، فرق، اوكي؟ مستنسين فيه، جاني الوجت هذا قديم، لا خش في جوجل اذا انت مسوي نفسك تغني، خش في جوجل وشوف الوجت من متى حطتها بابل، من 84 تقريبا في الماك، اول ما نزلت الماك ابيض واسود في 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 حافظه او سطح مكتب في الماك موجود، هذه المخترعتها ابل من البدايه، كانت شاشه ابيض واسود ذيك الفتره، الداشبورد اسمها هناك فيها وجت من قبل ما تنولد انت، اوكي
أبل حطتها أنا، ما حطتها في مستانسين يعني هل حطتها في الايفون، هل الميزة هذه أقدر أعيش بدونها؟ إيه والله أقدر أعيش بدونها. المكالمات اللي فوق أقدر أعيش بدونها؟ إيه والله أقدر أعيش. عايش أنا بالنسبة لي مستانس، وكل إنسان يحب الايفون من قبل حطوا ذي الميزة دي كمالية. الحين وصلنا لمرحلة النظام جالس بس يحط لك شيء، يعني تفكرون في أشياء نقول لك إحنا ما نحتاجها لكن بتحطها بالقدام، لأن ما في شيء جديد. الاختراعات لا تقول لي في شيء نوصل له، نوصل لمرحلة خلاص هذا النظام أو هذا الجهاز خلصنا منه، ما في شيء جديد. فتجي الأندرويد تأخذ من أبل، تجي أبل تأخذ من الأندرويد، دي كماليات. بعدين يحط حسابين، أوه من زمان عنده في الأندرويد، من زمان تحط حسابين في الجهاز، ليش توكم حاطينها؟ ليش؟ كماليات ذي. الحين نوصل كماليات أبل، الحين جالس تدقق على الخصية، هذا الشيء الجديد. وصلنا تشبع في الجهاز، في الفون ما في إلا معالج قوي، كاميرا أقوى، بطارية أقوى، سرعة، هذا يعتبر الشيء اللي كل الشركات يقدرون يسوونه. كماليات باقي حط لك ذي الشيء ما حطيناه من زمان. بس الإنسان يعني اللي يقول لك العميل ما يحتاجه، لكن أو مش ما يحتاجه، بعضهم يمكن يحتاجونه، أو نقدر نقول لك بعضهم يمكن يبونه، مش حاجة يمكن يبونه، فنحط لهم. أشخاص راح يستخدمونه، أشخاص ما راح. فهذا الفرق بين الشيء واو، الشيء ضروري، والشيء اللي عادي، والشيء اللي خلاص وصلنا لمرحلة الحين نزل لهم الميزة يمكن يبونها. يعني تخيل إن أبل ما تدري إنها في العالم موجود شيء وجود، على كلام بعض الغهر في مقطع واحد قاعد أشوفه، وصل لمرحلة قام يقلط على الناس، يعني اقلط على الاي او اس، اقلط على أبل، وسب في أبل من فوق لتحت، اقلط على لا ما يغلط على أندرويد، بس يعني يقول عادي ترى أنا يعني اي او اس اغلط عليه عادي، بس إنك لا تخش في بشر، في ناس راح يحسبونك يوم القيامة. ترى احنا اصحاب الاندرويد، ترى اصحاب الاندرويد شو اسف اصحاب الايفون يوم القيامة ترى معاك، ممكن ان شاء الله يعني حتى انت في الاندرويد، يعني في اشخاص في الاندرويد ترى بيخشون النار، مش لازم مسلمين، في كفار، في ترى مش لازم الاندرويد بس يخشون الجنة، والاي او اس ما راح يخشون الجنة، لا ترى لا توصلها لهالدرجة، لا تسقر مخك لهالدرجة، لا تحسسني ان النظام صار شيء الهي، استغفر الله، لا توصل هالدرجة، أوكي؟ كنهاية أنا شيء عاجبني، الأندرويد محطوط من زمان، أوكي، روح استخدم، أنا ما استخدمت ليش؟ لا يعني تخيل إني أنا ما راح أكذب على نفسي وأنا أستخدم جهاز ما يعجبني ولا أعرف أستخدمه بس إني أعاند، لا، أنا عاجبني خلاص قاعد أستخدمه، حطوا الميزة هذه ما حطوها في أشياء ثانية تشدني له، خلاص أستخدم، يعني لا تحسب إني مغمض وأمشي. ولو قلت الكلمة انت غلط علي جالس، وانا ترى بضحك، عرفت شلون؟ انا ما راح اخذ منك شيء في الدنيا، يعني يوم القيامة يعني ليش اتخانق معاك على ذي وسبك ولا ما شنو؟ يوم القيامة رايحين احنا وين بنروح؟ كل واحد يبي حسنات. ففي النهاية انت تستخدم الابل ولا تستخدم الاندرويد، وجاي الاندرويد الاي او اس متخلف وانت ورا واحنا قدام، ويجيك واحد يحط لك علامة أبل ومقطوعة منها قطعة ويقول لك هذا السامسونج طالع من أبل، ويجي لك انت متخلفين وأبل، لمتى تستخدم جهازك؟ ترى جهاز نظام مش مذهب ولا دين، استغفر الله، ما لك شغل فيه. انت تستخدم جهازك عاجبك، انت تصور سناب، انت شايفني في سناب شات كويس الحين، تصور سناب شات كويس، تعرف انت الواتساب متى طلع؟ ترى طالع في الايفون سنة وسنتين بعدين طلع عندك، تدري من انستغرام متى شفتوه انتو، ولا تويتر، ولا الواتساب، تذكرون؟ تعرف انا قاعد اكلمك انت مسكت جوالك، كيف صار جوالك البداية مثل كوبي حق الثاني البداية؟ هذا الاصل هنا، تعرف اذا عرفت وقلت لي اوكي، اذا بتكابر كابر بشيء ثاني، يعني لا تتكلم عن النظام، كابر قل لي هذه السيارة طلعت، لأن هذه السيارة طلعت، يمكن تعرف السيارات الكبر، هذا يمكن عرض من هذا الأصل، بس في النظام معروف شو اللي طلع من الثاني والأصل منين طلع، وأنا عادي عندي، يعني ما جيت قلت لك وحربتك في ذا الشيء. عاجبك تستخدمه كويس خلاص، ليش لهالدرجة؟ ليش ها يجي سب أنتوا متخلفين، أنتوا ما أدري شنو، ويجيك واحد ثاني انتو يا اصحاب الدرام الازرق، ما ادري الزبال الزرقاء الاخضر قصدي،
درام الاخضر اندرويد يغسلون ويجيك انتو يا الضفادع على اندرويد اصحاب النظام الضفادع ينقهرون الحين بعد يقول لهم زي لا تقولون له اوكي النظام ترى مش انت النظام اسب النظام من اليوم لبكره ما بعجبني كيفي في الشركه كيفي ما فيه اي شيء يعني سب في ابل من اليوم لبكره بس لا تخش فينا ولا تخش لنا وتبي تخش ترى ندور احنا حسنات راح كمل ولا تنقهر في النهاية ان نظامك متطور عندك وبرامج كل شهرين يطلعون 30 برنامج توه اسبوع الله راح نطلعين كم برنامج مخترق ويسرق كل شيء وفا جوجل ستور وكل شهر كل شهرين يطلعون لك برامج يعني جوجل مشي عليها أبل جالس تحدث في الخصوصية زيد في الخصوصية حط لك اوبشنز ثاني واشياء في الاعدادات الخصية إنارة الكاميرا الحين مولعة ترى اخضر عندي مرة ثانية اقول لك يا مولع اخضر هو بتجيك والله وما راح اقول لك اوه بسرقها بتجيك اوكي أبل فكرت فيها موجودة في اللابتوبات حطتها هنا اوكي وبتجيك بعدين وبتسرقها انت والله العظيم وصلنا لمرحلة انت مستانس اهم شيء انت مستانس خلاص انت مع الاخضر ذا مستانس الروبوت الروبوت مش الضفدع الروبوت اوكي مستانس انت اهم شيء انت مستانس وصلت 16 جيجا رام مستانس حسيت انك جهازك صار يطير الحين 16 حسيت انك تقدر تفتح كل شيء فيك 16 وانا مستانس عندي ساعة أبل وفيها ميزات كثيرة وفيها متجر وكل شيء انت عندك الساعة طاحت خلاص في السوق حقها كلش ولا مستانس في هواوي شوي ساعتين لا انا مستانس هواوي بعد حتى لو ما في خدمات جوجل انا عاجبني هذا مش تعصب ده ما بيغلط والله بس انت تعرف انك يعني كيف الانسان كيف يكون متخلف كيف الانسان انه حتى لو انه احتاج ذا الشيء بس انا انشال مني يعني عطوني اياه وانشال مني وبرضو ابي الجهاز حتى لو ما في ذا الشيء بس عشان اقهر لي لا ما تغير لي بس انت تبين لي كيف انك انت عايش لازم ابي ذا الشيء حتى لو ما في بس انا عاجبني لا ما يعجبك لا ما راح تستانس الجهاز ما في خدمات جوجل مستانس انت لا ما راح تستانس انت مستانس اشوفك مبتسم مستانس تفرح لا من داخل مش مستانس انا عارف اللي داخلك اوكي ها يلا شوف لك الحين جوجل هي مسوي الاندرويد ليش تحدث برامجها في ابل قبل الاندرويد كيف جوجل فوتو نزل التحديث الجديد والشكل الجديد كله هنا الايوس والى الان يمكن بعد ساعتين ينزل بس الحين ليوم كامل عندي ما نزلت في الاندرويد كيف ليش ابل تدعمين الاندرويد اكثر من نظامي بنتي انقهرت